السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش، كأنها كانت فترة ريست ولا حاجة. هو النهاردة ما خدناش ريست خالص يعني. زي ما قلت لكم، هو يعني ناقص لنا 2 أو 3 سلايدز بس، مش أكتر. فإحنا قربنا نخلص. الكلينيكال ساينز ديت يعني فايدتها واختلافها عن اللي قلناه قبل كده، انها ماسكه الطفل من شعر راسه الى اقمص قدمه. فزي ما اتفقت انه في دماغه هيبقى عندنا بالنسبه ل دماغ الطفل يبقى مهم انك انت تبقى ماشي سيستماتيك، بحيث انك انت ما تشوفش. لو كان طفل قدامك اول وزنت لقيت له سسبكتد انه مال نيوتريشن او سسبكتد انه سيفير اكيوت مال نيوتريشن طبقا للديفينيشن اللي احنا اتفقنا عليها، فبتمسك دماغه الاول وتشوف الانتيري فونتانيل اللي هو كلوزد ولا لا. لو كان عدى السنه ونص ما قفلتش يبقى ده ديليت كلوز الانتيري فونتانيل، يبقى ساينز اوف اتروفيك ريكتس مال نيوتريشن. وبعدين تمسك الهيد وتنصفه اذا كان كالرد اور نوت وبريتل اور نوت. ولو مسكت شعرايه ولقيت فيها الفلاج ساين اللي هي انها حته غامقه وحته فاتحه، حته هيلثي وحته افكتد، ده جود ساين. ده بالنسبه للهير الاول. وبعدين بتبص على الفرونتال بون وتشوف هل في بوكس اقل بتاعه المن ولا لا. وبعدين تبص على الفيس كله على بعضه، هو المصل افكتد يبقى ده اسمه سمايل فيس، وفي ايديما ولا ما فيش. وبعدين تركز بقى اكتر على الايز، هتشوف هل هي دراي اي نتيجه اتروفي للاكريمال جلاندز، هل فيها ايفيدنس اوف كونجكتيفايتس، هل فيها سانكن اي نتيجه لوس اوف ذا بيري اوربيتال فات، هل فيها بيري اوربيتال ايديما، كل ده في الاي. وممكن تلاقي كمان بيشوف بعدين تنقل على ماوس تشوف هل الماوس دراي نتيجه لوس اوف وتلاقي في انجلوستوماتيتس او كيلوزس او جلوسايت نتيجه الفيتامين. ولو بصيت في ال لو بصيت للكيس هتلاقي الكيس ديليد ارابتر، وتلاقي فيها ايفيدنس اوف افكشن او انفكشن، وممكن تلاقي فيه دنتال انيمال هايبوبليجيا او انيمال بيتس او تي سبيتس، حفرات كده دلاله على الانفكشن. لو انتقلت الى او نزلت على الشيست فهتلاقي لوس اوف ذا انتركوستال ماسلز، وهتلاقي في راكيتك روزر بتاعت الاتروفيك ريكتس. وقلنا ليه بنسميه اتروفيك ريكتس في المان نارج؟ لانه مش نورمال ريكتس. وبعدين ممكن تلاقي ديستريس تشايلد نتيجه انفكشن بنمونيا او غيره، وممكن تلاقي في برادي، ممكن تلاقي في هايبوتنشن، ممكن تلاقي في الاكستريمتس تلاقي في ايديما في البوس هاندز، وتلاقي راكيتك روزري، وتلاقي في برودرنج للريست جوينتس نتيجه الاتروفيك ريكتس. ممكن تلاقي فيه رف سكن نتيجه الفيتامين سي ديفيشنسي.
وبعدين تنزل على الابدومن تلاقي الديستندد ابدومن نتيجه الفاتي ليفر ونتيجه الهايبوتونيا ونتيجه الجازس. ولو كان الحاله تطورت الى هارت فيلير او ليفر فيلير هتلاقي فيه اسايتس. انما لو كانت بيور مال نيوتريشن سيفير اكيوت مال نيوتريشن مش هتلاقي فيه اسايتس على الاطلاق. وبعدين تنزل للور ليمب هتلاقي فيه الباتوكس، هتلاقي فيه ويستد باتوكس لوس اوف ذا راوند كونتور، وبعدين ويستد، وبعدين باجي بانس، وبعدين سكين كريز. وبعدين تنزل على اللور ليمب هتلاقي فيه بايلاترال نون بيتنج ايدي، هتلاقي فيه بايلاترال نون بيتنج ايدي. لو بصينا على السي ان اس فهتلاقي في جلوبال ديفلوبمنتال ديلي ومعاها لوس اوف ني والانكل ريفلكس، وممكن يبقى في امبيرد الميموري. هتلاقي بيلي تشايلد، وهتلاقي في بيتيكي او بليدنج، وبعدين ممكن يبقى ليثارجيك اند ابوسيتيك اتش. ده الكلينيكال فيتشر بتاعت اي طفل مال نارج، واعتقد انه كده واضح قوي. لو جالك طفل مال نارج تقدر تقيمه كلينيكالي، وتقدر تقيمه ساينتيفيكالي ريجاردنج ذا كلاسيفيكيشن، هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير، هو ويستد ولا استان. في حد له اي سؤال فيما قلته يا جماعه؟ في حد له اي سؤال؟ طيب دكتور لو اتفضل. المحاضرة خلصت ولا لسه في حاجة؟ عشان بس اسأل سؤال تاني. في يعني الجدول الاخراني ده عبارة عن ازاي من خلال الهيستوري تقدر توصل للسبب. تمام، بعد المحاضرة دكتور. تبارك الله. ها؟ بعد المحاضرة تخلص هسأل سؤال تاني يعني. طيب، هو هو هنا الجدول ده اولا هو جدول جديد ومكتوب لأول مرة، ومكتوب فيه كلام حلو كويس، يعني ازاي من خلال الهيستوري والاكزامينيشن ممكن اوصل للدياجنوستيك كونسيدريشن اللي هو ريجاردنج الايتيولوجي. فلو الام بتقول لي ان الطفل عنده فريكوينت فوميتنج وعنده فود ريفيوزل، مش انوركسيك، خد بالك مش انوركسيك، فود ريفيوزل وعنده frequent vomiting، فأفكر في الجاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز، أفكر في الإيزينوفيليك إيسوفجايتس، في الفود ألرجي. لو الطفل عنده دايريا وعنده فاتي ستول فأفكر في المال أبزورج. هيجي لي دكتور يقول لي يعني إيه فاتي ستول؟ يعني إزاي أعرفها؟ طب دايريا هعرفها. هسأل الام واقول لها الطفل الستول يعني ووتري اورنام. طيب ازاي اعرف انه فات ستول؟ الفات ستول بيبقى له تو كرايتيريا. الكرايتيريا الاولاني بيبقى جريزي، ملزق في البامبر. ثانيا لو الطفل بيعمل الله يكرمكم الموشن بتاعته في اي حاجه وكان فيها شويه ميه، الاستول هيعوم فوق، يعوم فوق. او تطلب من الام ان لو كان في استول تحطه في شويه ميه تشوفه هينزل تحت ولا يعوم فوق. لما يعوم فوق يبقى ده فات استول. فهل هو فات استول؟ طبعا معناه ان الطفل ده عنده مال ابزوربشن او عنده مال ديجيشن او عنده انفلاماتوري باول ديزيز. لو الطفل بيشخر وهو نايم وعنده ماوث بريسنج فافكر في الادرينال هايبرتروفي وفي الاوبستراكتيف سليب ابنيا. لو الطفل عنده ريكيرنت ويزنج او عنده ريكيرنت نيمونيا فافكر في الازمه، افكر في الاسبيريشن، في الفود الرجي، في السيستيك فايبروزس، في الايميون ديفيشنسي. لو كان طفل عنده ريكيرنت انفيكشن سواء كانت ريسبيراتوري او جي اي تي او اي نوع من انواع الانفيكشن
افكر في الاتش اي في كونجنتال اميون ديفيشنسي او ليه او الاناتوميك ديفكت. لو الطفل جاي من او مسافر وراجع من بلد معينه افكر في الـ في الانديميك ديزيز وان يكون خد باراسيتيك او بكتيريا انفكشن للجي اي تي. ده الحقيقه جدول حلو يعني بيقول ازاي من خلال البرزنتيشن اقدر اوصل للاسباب. انا كده تقريبا يعني خلصت المحاضره بتاعت الاكيوت مال نيوتريشن، وان شاء الله باذن الله المحاضره اللي جايه هتبقى منصبه على المال نيوتريشن والكلاسيفيكيشن القديم المرازمس والكواش وهاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت بقى الكل السيفير اكيوت مال نيوتريشن والمرازمس والكواش والمرازم الكواش والاندرويد. انا بس هجاوب على سؤال احد من حضراتكم كان سالوني المره اللي فاتت، هو لما كنا بناخد الفيلر تو سرايف قال لي هو ايه الفرق بين الفيلر تو سرايف ما بين الاندر ويت. هل من خلال شرحي حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ ممكن السؤال تاني يا دكتور؟ حضراتكم المره اللي فاتت واحنا بنشرح الفيلر تو سرايف حد قال لي هو يعني ايه الفرق ما بين الفيلر تو سرايف وما بين الاندر ويت؟ مش هما الاثنين واحد؟ ايه رايكم؟ ممكن الفيلر تو سرايف ده حاجه انا اقدر ان انا اعملها دايجنوزس في يعني في السنوات الاولى من عمر الطفل، يعني اول سنه اتنين تلاته ان انا اوريدي بتابع الجروس، فهو يعني هو مش بيكاتش اب النورمال از ريجاردنج الويت مثلا او الهايت. طب هو المال نيوتريشن اول سنوات العمر؟ لا انا اقصد يعني الفيلر تو سرايف حاجه تندرج تحت المال نيوتريشن، حاجه تندرج تحت المال نيوتريشن. الحقيقه انا معترض، الفيلر تو سرايف حاجه والمال نيوتريشن حاجه ثانيه خالص، والا ما كنتش عملت المحاضره دي والمحاضره دي والمحاضره دي. طيب حد تاني عنده راي اخر؟ ممكن دكتور مثلا الاندر نيوتريشن دوت يعني هو لسه في الطبيعه او تحت الطبيعه حاجه بسيطه، اما الفيلير تو سرايف يعني تحت الثيرد برسنتايل. مين قال كده؟ وانا قلت الفيلير تو سرايف كده؟ ده الديفينيشن بتاع الفيلير تو سرايف. الفيلير تو سرايف ممكن كده او ممكن لو مثلا تابعته مرتين. ايوه لقيت ال طب تعالى بقى في النقطه دي، لو انا عندي طفل عمره سنه وجالي اول مره كان 12 كيلو، ايه رايك؟ هو ده فيلر ده نورمال ولا اوفر نورمال؟ اوفر نورمال. حلو، الاوفر نورمال ده بعد شهرين جيت اوزنه لقيته زي ما هو 12 كيلو، او بعد 6 شهور لقيته زي ما هو 12 كيلو وهو عمره سنه ونص، هل 12 كيلو سنه ونص نورمال اور نوت؟ طبيعي طبعا. حلو جدا، هل هو اقدر اطبق عليه قاعده ان هو فيلر تو سرايف اور نوت؟ لا في الحاله دي لا، ما ينفعش نقول فيلر تو سرايف. ليه؟ ما هو لسه في الطبيعي، لسه في النورمال بتاعه. انا قلت كده في الديفينيشن بتاع فيلر تو سرايف، انا قلت كده. ده هو ده الفرق اللي ما بين الفيلر تو سرايف والاندر نيوتريشن، ان الفيلر تو سرايف معناه توقف نمو، يعني الطفل 12 كيلو وهو دكتور لو انا قصدي لو كان لو نزل عن الطبيعي ممكن لو نزل عن الطبيعي بقى دخل في المال لو تابعت تالت مره لا استنى بس يا دكتور. تمام يعني هو دلوقتي الولد ده جه وهو عمره سنه 12 كيلو وقعد 6 شهور ما يزيدش، هو بالشكل ده هيعدي 2 سنتايل ولا مش هيعدي؟ هيعدي هيعدي. يبقى لما اطبقه على قانون فيلر تو سرايف يبقى فيلر تو سرايف اور نوت؟ فيلر تو سرايف. حلو، هل هو مال نرج؟
ايه؟ هل هو مال نارد؟ مش سامع يا دكتور. هل هو مال نارد؟ لا مش شرط، ممكن ما يكونش عليه اي ساينس بتاعت المال نوتريشن. ده هيبقى اوفر يا فندم، ده 12 كيلو هيبقى اوفر مش مال نارد. يبقى الولد اه ده، الولد ده فيلر تو سرايف ولا اندر نوتريشن؟ لا فيلير، اندر نوتريشن في الحاله دي تبقى اندر نوتريشن. لا فيلر تو سرايف. فيلير، طالما انا عملت فولو اب وهو في المرتين او الثلاثه مش بيكاتش اب او مش بيجين او مش بيحقق الستاندرد، يبقى هو كده فيلير تو يبقى ده سرايف. الفيلر تو سرايف. الاندر نوتريشن زي ما اتفقنا له قوانين ومعايير. يعني اي طفل الويت فور هايت بتاعه يبقى افكتد، يبقى دخلنا في الويستنج مايلد ومودريت وسيفير. اي طفل الويت فور ايج اقل من الميديان يبقى دخلنا في الاندر ويت. انما الفيلر تو سترايف ده طفل ممكن يبقى طبيعي ووزنه طبيعي بس لا ينمو. تمام يا دكتور. لو بالنسبة لكده في سؤال اللي كنت عايز أسأله حضرتك، يعني طيب الاول بس عرفت ايه الفرق ما بين الفيلر تو سترايف والاندر نيوتريشن؟ تمام يا دكتور. الاندر نيوتريشن لازم يبقى طبقا لجداول محدده، طبقا لقوانين معينه اللي هو جوميز وويلكم ووتر لو والدبليو اتش او. الفيلر تو سترايف ده ما فيش قوانين، ده واد لا ينمو النمو الطبيعي بتاعه، او تابعته ولقيته عدى نزل في الوزن بتاعه تو ميجور سنتايل، ده اسمه فيلر تو سترايف. فهمت ايه الفرق ما بين فيلر تو سترايف والمال نوتريشن؟ يعني تمام. يا دكتور لو انا جايله طفل العياده ما ينفعش ان انا من وان سبوت كده احكم عليه ان هو فيلر تو ثرايف؟ بالظبط، الافضل المتابعه. تمام. بس من وان سبوت اقدر اقول مانج اور نوت؟ يس اه تمام خلاص. according يبقى to اذا الكرايتيريا انا بتاعته. بالظبط، يبقى اذا انا على الاقل هستبعد ان هو مانج، فهبقى مطمن وانا بتابعه. مظبوط؟ تمام يا دكتور. طيب اتفضل سؤال. طيب يا دكتور هو ممكن يبقى تريتد ولا ما خلاص ايه؟ في حالة الفيلر تو سترايف؟ الحالة دي ممكن تبقى تريتد، يعني ممكن نعالج الحالة دي ولا لأ؟ طبعا. ما انا هشوف ليه هو فيلر تو سترايف، يعني هشوف ايه الاندرلاينج ايثيولوجي. مش احنا قلنا في الاسباب، في جدول الاسباب بتاع فيلر تو سترايف 50% منها سايكو سوشيال و50% اورجانيك. الاول اشوف الاورجانيك، افحصه كويس وهو زي ما عملنا في المره اللي فاتت حضر المثال. ما لقيتش عنده حاجه خالص ادور سايكو سوشيال، ما لقيتش اقول لا والله مش لاقيين حاجه، بس محتاجين نركز على كذا وكذا 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 اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، وتعالي لي بعد شهر او تعالي بعد سنتين واشوف الاكسبكتد ويت جين حصل ولا ما حصلش. واحنا المره اللي فاتت قلنا ان في انديكيشن للهوسبيتاليزيشن بتاع اي طفل فيلر تو سترايف، فاكرين ولا لا؟ أصلا ما حضرتش المرة اللي فاتت معلش. طيب معلش اتفضل. ايه السؤال اللي كان بيقول عايز يسأل سؤال؟ اتفضل. يا دكتور ماشي يا دكتور، حضرتك قلت في شروط للهوسبيتاليزيشن في حياة الفيلير تو ثرايف ولا ايه اخر سؤال حضرتك قلناها، سألته؟ قلناها المره اللي فاتت ان يكون فيلير اوف اوت بيشنت مانجمنت، او ان الطفل يكون عنده سيفير مال نوتريشن، او ان يكون الطفل ديفيكالت تو تريت اوت سايد، او ان يكون مادر او باترنال اجنورنس او بافرتي. دولت الاربعه انديكيشن بتاعت الايه؟ الهوسبيتال ادمشن حتى الفيلير تو سرايف. يعني يا دكتور كده ما اقدرش اقول فيلير تو سرايف من وزن واحد صح؟ الافضل يبقى تو ويت على الاقل. تمام. طب وبعد فترة قد ايه يا دكتور؟ نعم بعد فترة قد ايه؟ يعني الزيارة تقريبا يعني؟ 1 مانث، لانك انت المفروض ان الطفل بعد 1 مانث او 2 مانث يكون زاد نص كيلو او ربع كيلو او ثلاث ارباع كيلو على حسب الفئه العمريه اللي هو فيها. فلو بعد شهرين او بعد ثلاثه ما لقيتوش وزن زاد بل بالعكس بيفقد، خلاص يبقى انت تقدر تشخص.
طب يا دكتور انما كان نبقى عارفين ان فروم وان ويت تقدر نقول هو اندر نارج اور نوت، دي مهمه قوي. بخصوص انا بعت لك رساله لحضرتك على الخاص يعني بخصوص البنت 7 سنوات تعتبر تبع الموضوع يعني. هي 7 سنوات تمام، وطولها شفت امبارح كان 100 و120، طولها 120 وزنها 20 كيلو. استنى بس، 7 سنين احنا قلنا بيجيبوا طول ازاي؟ 5 في 7 زائد 8، 5 في 7 هو الطبيعي 115 بالظبط، يبقى 5 في 7 زائد هي تقريبا 100 تقريبا 118 او 120 يعني في الرينج ده يعني، يعني نورمال يعني طبيعي نورمال. الطول تمام، والوزن وزنها 20 كيلو. طيب 2 في 7 ب 14 زائد 10 المفروض تكون 24، فالوزن كام؟ ها هي وزنها 20، هي وزنها 20 في ال 20 وهي عمرها 7 سنين، حطيتها على السنتايل. حطيتها على السنتايل لقيتها بين 25 و10. كويس طيب، كويس مال طيب. يعني طبيعي، لازمنا طبيعي. طيب هي مشكلتها دكتور بدأ معاها من بعد 4 سنين، امها هي اللي قالت لي يعني كده، بتقول ما بتزيدش خالص، هي ملاحظه كده. ما انا مش هصدق امها. تمام، هي تابعت مع الدكاتره، واخر مره كشفت في شهر 12 اللي فات، عملت تحاليل في باسل. لا سيبك من التحاليل، سيبك من التحاليل. شهر 12 اللي فات الوزن كان كام كيلو؟ ما سالتش عن الوزن، هي ما وزنتش اخر مره يعني، انا زنتها امبارح. احنا بالنسبه لنا الوزن مش وحش، 10 25 يعني 15 سنتي، هو قليل شويه، ولكن هنبدا فيها شويه نصايح فيما يخص التغذيه. ممنوع اولا ممنوع اكل الشارع، الشيبسي والكراتيه والعصاير والبيبسي. ثانيا ممنوع شرب العصاير جوه البيت عشان ما تسدش نفسها، وممنوع انها تاكل فواكه كتير، ونركز الاكل على الحاجات اللي تزود الوزن، الاكلات الاساسيه. وسبع سنين ياكل على الاقل في اليوم 5 وجبات، 3 وجبات رئيسيه مع حضراتكم مع الاب والام والاولاد واخواتها، ووجبتين اخرتين ما بين الفطار والغداء وما بين الغداء والعشاء. هي دكتور مشكلتها ان هي ما بتاكلش، هي دي المشكله الرئيسيه برضه. ما بتاكلش. هل هي دي السبب؟ ما بتاكلش سبب اورجانيك ولا نان اورجانيك؟ هي الاول سالتها على الحاله النفسيه وكده، قالت في مشاكل نفسيه كتير مع البنت وكده في العيله يعني. طيب وغير كده برضو في بعد التحاليل وكده في صديد هو باستيل يعني. ما هو الباستيل ما يمنعش الاكل. تمام، وفي هو امتى، استنى بس عشان تاخد بالك، هو امتى اليو تي اي يمنع الاكل؟ لما يكون في بايل ونفراس. ايه بقى ربنا البين كده؟ لما يكون في بايل ونفراس. انما هو في سيستايتس او مايلد انفكشن ولا يعمل اي حاجه. تمام طيب اتفضل. يبقى اذا في جزء سايكولوجيكال محتاج يتعالج، وجزء انفايرمنتال محتاج يتعالج، فده بنسميه نون اورجانيك فيلر تو سترايك. لو كان فيلر تو سترايك، ومع هذا زي ما بقول لك كده، احنا محتاجين ان احنا نتابعها بعد شهرين بعد ما نوجهها للثلاث نصائح اللي قلت لك عليهم دول. ولا يمنع ان انا اديها مالتي فيتامين لو سبيشال، لو كانت انيميك يعني. سي بي سي فيها انيميا ولا لا؟ ما عملتش تحليل اخر مره. تطلب انت سي بي سي وتطلب سيروم كالسيوم. لو لقيت الطفل انيميك يبقى محتاجين ان احنا ندي اير، عشان الانيميا لوحدها بتعمل انوريكسيا. طب يا دكتور بالنسبه للباص اكتر من 50 كده اطلب كالتشر؟ لازم كالتشر، لازم. طب وايه طبعا تبع حسب ال طبعا ما يطلع الكالتشر. طبعا ما يطلع الكالتشر، بس 50 ده كتير، ده معناه فيها انفكشن. طبعا لازم يتعالج كويس، ويتاخد مورنينج يورين سامبل. مورنينج يورين سامبل، ما تاخدش سامبل اخر النهار. تمام
أي سؤال تاني؟ شكرا. ها حد له أي سؤال يا أولاد؟ فيما يخص ما مضى من المحاضرات وأي سؤال في طب الأطفال، لو حد عايز يسأل أي حاجة. دكتور معلش، في آخر سلايد حضرتك عرضتها في اللي هي أسباب اللي هو السبيتنج أو الفوميتنج اللي هو الجرد في النيونيت والكلام ده كله، هي الشكوى دي بتكون كومن قوي في الأطفال في النيونيت يعني، واحنا مش عشان الجرد واللي هو برضو السفنكتر بتبقى لسه ماتيور، بس مثلا لما نيجي نقرأ في الموضوع ونلاقي ان في، لا يقول لك ده في حالات ممكن تكون اللي هي في الديفرنشال دايجنوزيس يعني تراكيوسوفجيال فوستلا الحاجات دي كلها، يعني انا ازاي وانا مثلا لو حد بيسألني اتفادى حاجة زي دي، خاصة لو واحدة مثلا بتقول انا عندي توأم تقريبا ما فيش مرة بتتكلم فيها غير بتتكلم على موضوع الفوميتنج، حلو. فمثلا بنسأل الفوميتنج اهم حاجة وزنهم بيزيد ولا ما بيزيدش؟ لا الوزن بيزيد تمام الحمد لله. لا الفوميتس ده هل هو بيور ولا مجبن؟ تقول احيانا كده واحيانا كده ما يهمنيش بس. النقطة دي، إنما يهمني النقطة اللي أنت ذكرتها الأول، الطفل يو جين ويت. جين جويت أور نوت. لو يعني في أم والله أقسمت لي إن ابنها بيرضع كل ما يرضع يستفرغ، وهي طبقا لكلامها كل الوجبة كل اللبن اللي بيرضعه، وكان بيرضع لبن صناعي. وأنا سمعت منها طبعا، أنا معتاد يعني إن أنا أدي مساحة للأم للكلام الأول في الهيستوري تتكلم زي ما هي عايزه، يعني في حدود من 3 دقائق لخمس دقائق، وتقول كل حاجه عندها وما بقطعهاش خالص خالص يعني. وبعدين لما تخلص ابدا بقى انا اسال الاسئله، واكون يعني انا بيبقى عندي كراسه للطفل، بعمل له كراسه متابعه يعني، وبكتب اللي هي قالته، وبعدين ببدا بقى اسال افصص الكلام اللي قالته، فبقول لها هو بيرضع في اليوم كم مره؟ فمثلا الام ديت يعني الطفل ده كان من ايه، من 3 ايام، كان طفل عمره 3 شهور، وقالت لي ان هو بيرضع في ما بين 10 الى 12 مره في اليوم. طب في كل رضعه قد ايه؟ قالت لي 90 سم. طبعا ده كميه كبيره جدا، لازم الطفل يرجع. فقلت لها طيب ماشي، ويعني في اي كونسرت ليكي تاني؟ فقالت لي لا هو بس عنده اسهال. فقلت لها اسهال ازاي؟ قالت لي والله يعني كل ما يرضع يتبر. طيب ماشي، في اي حاجه تانية؟ قالت لي لا. قلت لها طيب نشوف حط على الميزان. الحقيقه انا بوزن طفلي بنفسي عشان ابقى متاكد من الوزن. بوزنه لقيت الطفل 9 كيلو. 3 شهور 9 كيلو. 3 شهور 9 كيلو. مستعد. والمين كومبلينت ايه؟ فومتنج ودايريه. طبعا اتضح ان الدايريه مش دايريه، دي الجاسترو كوليك ريفليكس. ده كل ما بيرضع حاجه في معدته بيحصل ديفيكيشن. فقلت لها طب لو سمحتي، بعد ما وزنته وفحصته طبعا من الالف للياء وتاكدت ان ما فيش فيه اي اورجانيك كود على الاطلاق. وطبعا والله الام كانت جايبه لي 3 روشتات من 3 دكاتره. الثلاثه كانوا كاتبين انتي اميتك وانتي دايريال ومش عارف. طبعا الطفل ما عندوش حاجه، وبالتالي لما تديله الادويه دي ما بتجيبش نتيجه، لانه ما عندوش ما فيش مرض عشان مشكلة. العلاج يجيب نتيجه. ف المهم يعني وريت لها يعني وفهمتها، طبعا هي متعلمه، فهمتها ان 3 شهور الماكسيموم يكون 6 كيلو. فلما يبقى ابنك 9 كيلو ده اوفر معناه فيت. انه اوفر ويت. يعني احنا لازم نقلل عدد الرضعات، ما يزيدش عن او 60 كمية. رضعات، ونقلل الكميه شويه نخليهم 60 سم، ونشوف الاخبار ايه، وخليني اشوفه الاسبوع الجاي. وهي كانت من قيمه 2 3 يعني، وما يعني اعتقد ان شاء الله هتيجي كويس. وما اديتش اي ادويه على الاطلاق، بل وقفت كل الادويه اللي كانت بتاخدها، لان كلها ما كانش اساسا اوريدي في حاجه. طيب هل هذا يعني ان الطفل
ما عندوش فومتنج؟ لا عنده فومتنج. طب ايه، هل الام بتزود الموضوع؟ لا مش بتزود الموضوع. هو اوريدي احنا عندنا في عندنا حاجه اسمها فيسيولوجيكال جاسترو اوستروجين ريفلكس، ده بيبقى موجود في الفيرست 6 مانث اوف لايف، الفيرست 4 مانث اوف لايف، وبيبقى سبب ويكنس للاستروجين اوتلت، الاستروجين سفنكتر اللي ما بين الاسوفاجس وبين الاستومك، نتيجه ان الماسلز بتبقى هايبوتونيك في اول 6 شهور ف او اول 4 شهور. اول ما الماسل جيرد او الاستروجين سفنكتر يقوى شويه ويتقوى شويه يبدا الريفلكس يختفي، واذا ما استمر بعد 6 شهور وبقى باثولوجيكال وافكتنج الويت ما بنسميهش جاست اوستروجين ريفلكس، بنسميه جاست اوستروجين ريفلكس ديزيز. تمام، اللي هو كلمه كبيره. تمام، طبعا في فرق كبير جدا ما بين الريفلكس وما بين الديزيز وما بين النورمال والابنورمال. طب هو يا دكتور صح في الحالات دي، يعني بغض النظر عن التعليمات بقى ان احنا يا اما بنقلل الفريكونسي او بعد الرضعه ان هو ينام السيمي سيتنج، اللي هو بقى نكتب حاجه زي الجاستريك او السيمسكون، او في ناس بتكتب بي اي، ولا لها اي معنى اطلاقا الا لو كان الويت افكتد. تمام خلاص يو هاف تو تريت، انما زي ما بقول لك كده 3 شهور و9 كيلو تدي ليه؟ يعني ادويه هتاخد منها السايد افكت ومش هتاخد منها اي افكت. تمام شكرا يا دكتور. ها اي سؤال يا اولاد؟ ها تمام دكتور، شكرا كله تمام. طيب طب معلش يا دكتور، ممكن يعني حاجه تانية ريليتد للسؤال ده؟ اتفضلي. طب هو الصح ان احنا نعمل كنترول لعدد الرضعات او الكميه لو الام بتقول ان هو على طول جعان وعايز يرضع يعني؟ لا يعني ايه ندي بس نوت تو ماتش، عشان الاوبيز تشايلد اوبيز ادلت. افتكري الجمله دي. تمام، الاوبيز تشايلد اوبيز ادلت. تمام اخد بالي عشان ما اعملوش مشكله واكون انا السبب. تمام اوكي، تمام شكرا جدا يا دكتور. شكرا لك. اي سؤال يا اولاد؟ طيب احنا طولنا عليكم المره دي معلش، واسفين ان احنا زودنا شويه. ان شاء الله باذن الله نلتقي يوم الاثنين الجاي، والمحاضره هتبقى البروتين كده واضحه بقى اهو، بروتين انرجي مال نفس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.